بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية توجيهي. هذا التسجيل أنا حبيت أبين لكم جهاز اسمه راسم الذبذبات، ورد معكم بالمنهاج. هذا الجهاز بيقيس القيم اللحظية لفرق الجهد والقيم اللحظية للتيار. طيب، إذا بتتذكروا مرق معكم في المنهاج دارة مقاومة ومصدر متردد. أول إشي شو هو المصدر المتردد؟ بس عشان نتذكر مع بعض، المصدر المتردد هو المصدر اللي بيكون مقدار فرق الجهد اللي بيعطيه للدارة متغير بدلالة الزمن. عشان هيك أنا لما أكتب بكتبه بدلالة الزمن، هو في المنهاج مكتوب عندكم بهذا الشكل، بس أنا بحب أكتبه كاقتران بدلالة التايم عشان الطالب يفهم إنه هنا فرق الجهد متغير مع الزمن، وبالتالي فرق الجهد صار فيه له 3 قيم للمصدر المتردد. القيمة الأولى اللي هي القيمة اللحظية اللي بتكون بدلالة الزمن، القيمة الثانية اللي هي القيمة العظمى لفرق الجهد المتغير، يعني أثناء تغيره أكبر قيمة بيوصل لها قديش، وفي عندنا إشي بسموه القيمة الفعالة اللي هي 71% من القيمة العظمى. هاي كنا نسميها في المنهاج القيم الفعالة. ونفس الكلام بتكرر لمين؟ للتيار. يعني ما دام بتغير فرق الجهد اكيد التيار بيتغير، وبالتالي بصير في عندي قيم لحظيه للتيار، وفي عندي قيمه عظمى للتيار، وفي عندي قيمه فعاله للتيار، والتغير بين فرق الجهد وتغير فرق الجهد والتيار بيكون متزامن. شو يعني متزامن؟ يعني في اللحظه اللي بيكون فيها فرق الجهد صفر بيكون التيار صفر، في اللحظه اللي بيكون فيها فرق الجهد وصل لقيمه العظمى بيكون التيار ايضا وصل لقيمه العظمى، في اللحظه اللي بيكون فيها فرق الجهد انعكس اتجاهه ايضا التيار بنعكس اتجاهه. هذا هو معنى كلمه تغير التيار متزامن مع تغير فرق الجهد. طيب، هلا اخذته في الدارات في الماده كمان انه الاميتر والفولتميتر، هاي اجهزه مرقت معنا بالوحده الثالثه، إذا استخدمتها في الدارات المترددة بتقيس القيم الفعالة، ما بتقيس القيم اللحظية ولا القيم العظمى، بتقيس القيم الفعالة. أما القيم اللحظية فبتنقاس باستخدام اسمه جهاز راسم الذبذبات. شو هو جهاز راسم الذبذبات؟ هيو عرضت لكم إياه بالشاشة. هذا الجهاز طلع هون مثلا على اليسار تحت بعطيك القيمة العظمى للتيار كرقم، بس قيمة التيار شوف كيف متغير لحظيا، بتزيد وبتقل مع الزمن. نفس الشيء فرق الجهد، هاي القيمة العظمى لفرق الجهد الرقم اللي هون، وقيمة فرق الجهد بتتغير لحظيا مع الزمن، وهاي هي الدارة. طلعوا كيف حركة النقاط تعبر عن حركة الشحنات داخل الموصل، شوف كيف اتجاهها، في فترة بيكون مع عقارب الساعة وفترة بيكون عكس عقارب الساعة كدلالة على انعكاس اتجاهه. طيب، هذا أول موضوع حبيت أبين لكم إياه، شو هو جهاز راسم الذبذبات. فأنت في أي لحظة مثلا تقدر من هون توقف الجهاز وتشوف عند أي لحظة قديش قيمة فرق الجهد أو قيمة مين التيار الكهربائي. هاي الأرقام اللي هون برجع بذكر هي القيمة العظمى، هاي القيمة العظمى، لكن القيمة اللحظية بأخذها من الرسم البياني، لذلك سميت براسم الذبذبات. طيب، ثاني موضوع بدي أطرح لكم إياه اللي هو كيف بتغير التيار مع التردد. أول شيء بدي أخذ دارة تحتوي على معوقة محثية، تحتوي على معوقة محثية. شوف علي كيف، بهاي الدارة مثلا ضفنا ملف محاثته 1 هنري بالإضافة للدارة المترددة. الآن هون قديش كان التردد مكتوب عند المصدر؟ 100 فولت، شايفين 100 هيرتز عفوا، كان تردد المصدر 100 هيرتز، لأن لما كان تردد المصدر 100 هيرتز كانت القيمة العظمى لفرق الجهد قديش؟ 10، هاي ما راح أغيرها. قديش كان التيار؟ 15.7. بنيجي هون بنكتب التيار كان 15.7 ملي أمبير، طبعا هذا لما كان التردد قديش؟ 100 هيرتز. هلا المفروض إذا أنا زدت التردد شو يصير في التيار؟ إذا زدت التردد بتزيد المعوقة، وإذا زدت المعوقة المحثية شو المفروض يصير في التيار؟ يقل. فطلع عندي هون كيف شو اللي راح يصير. هاي بدي آجي على المصدر، بدل ما هي 100 شو بدي أحطها مثلا؟ 200. فباجي بقول أنا هيك غيرت تردد المصدر، لاحظ الرقم، بدل ما هو 100 هرتز قديش صار؟ 200. لاحظوا كيف التيار قل، قديش صارت قيمته؟
تقريبا 10 8، هلا بستقر بس تعطيه شوية وقت، تقريبا قول 8 ملي أمبير تقريبا، خليه يثبت، بده يتحرك شوي شوي بالآخر رح يستقر. تقريبا خلينا نقول صار 8 ملي أمبير. الفكرة إنك تشوف كيف لما أنت غيرت التردد تغيرت قيمة التيار. ليش؟ لأنه اختلاف التردد بيأثر على المعوقة المحثية، وبالتالي بيأثر على قيمة مين؟ التيار. يعني مش زي المصدر، مش زي المقاومة. خلينا نقول المقاومة إذا متذكرين ما بتعتمد على التردد، وبالتالي هون في هاي الحالات حتى لو تغير التردد قيمة التيار ما بتتغير. أما إذا كانت الدارة تحتوي على محث زي الدارة اللي أمامكم بتصير قيمة التيار متغيرة مع التردد، فبقدر أتحكم في التردد من خلال، بقدر أتحكم في التيار من خلال التحكم في التردد. طيب خلينا نشوف لو إحنا حطينا بدل المحث مواسع، هل العلاقة، هلأ هون لاحظ علاقة عكسية، إذا زاد التردد بقل التيار. طيب خلينا نشوف بالنسبة للمواسع شو اللي بصير عندي أنا هون. أول إشي نأخذ دارة مواسع، هيني حطيت مواسع بدل المحط زي ما انتم شايفين بالشاشة. لاحظوا كيف التيار بيروح وبرجع كالعادة، لاحظوا كيف أقطاب المواسع بتنعكس موجب وسالب. على كل حال الآن فلنفترض في البداية التردد كان 100 كمان، عشان نشوف إذا زدنا التردد شو اللي بده يصير. دقيقة شوي خلي التيار يستقر. هلأ لاحظ لما كان فرق الجهد قيمته العظمى 10 ما غيرتها نهائيا، التردد للمصدر كان 100 هيرتز، قديش كانت قيمة التيار؟ 53 بالمية و2 بالعشرة ملي أمبير. هون كان 53 و2 بالعشرة ملي أمبير، هاي قيمة التيار لما كان التردد 100 هيرتز، 53 و2 بالعشرة ملي أمبير. طب إذا زدت التردد الآن سويته 200 هيرتز شو اللي راح يصير معي؟ طلعوا عليه خلينا نرجع، هلا بيكون مستقر. هلا إذا أنا زدت التردد المفروض هاي تقل، إذا هاي قلت المعوقة التيار المفروض يزيد معي مش يقل زي ما صار فوق، المفروض يزيد. فباجي هون بتطلع هيو قديش صار؟ 78 وربع، هون التيار صار 78 وربع ملي أمبير. إذا بنستنتج الآتي، إنه في حالة المحث التيار بتناسب عكسي مع تردد المصدر، مع تردد المصدر، بينما هون التيار بتناسب طردي مع تردد المصدر. هاي كنتيجة ما بحفظها، هاي بستنتجها، لأنه إذا حفظت رح ترجع تخربط فيها، ارجع للمعادلات لحالك بتستنتجها. طيب إذا أهم إشي فهمنا هاي الدارات، دارات المصدر المتردد التي تحتوي على مواسع أو محط، كيف قيمة التيار صارت تتأثر أو تتغير مع تغير مين؟ تردد المصدر. نيجي على آخر نقطة اللي هي دارة الـ RLC. دارة الـ RLC اللي بتحتوي على مقاومة ومحث ومواسع، قيمة التيار V على المعوقة الكلية للدارة، واللي هي عبارة عن R تربيع هون في زائد XL ناقص XC الكل تربيع. هاي الدارة في صفة للدارة بنسميها تردد الرنين، وهاي أنا حكيت فيها كثير بتسجيلاتي بس الطلاب مش قادرين يتخيلوها صح، عشان هيك قررت أعمل لها سيميوليشن. تردد الزاوي، تردد الرنين آسف، صفة من صفات الدارة وليس المصدر، قيمته بتعتمد على تحت الجذر 1/LC، قيمته بتعتمد على 1/جذر LC. هلا هذا اسمه تردد الرنين، لذلك دائما كل ما الطالب يقول تردد الرنين بقول له احكي تردد الرنين للدارة، عشان الطالب يتذكر انه تردد الرنين صفة من صفات الدارة، المصدر ما له علاقة. هلا اذا كان تردد المصدر مساوي لتردد الرنين للدارة
تتحقق إشي شو اسمه حالة الرنين. تتحقق حالة الرنين، تميز بين حالة الرنين وبين تردد الرنين للدارة. تردد الرنين للدارة دائما موجود، دائما سواء تحققت حالة الرنين أو لا، هذا شيء وهذا شيء. طيب متى بتتحقق حالة الرنين؟ لما يكون تردد المصدر مساوي لتردد الرنين للدارة. وعند هاي الحالة، عند إذا تحققت حالة الرنين، بتكون المعوقة الكلية أقل ما يمكن، وبيكون التيار أكبر ما يمكن. طبعا ليش المعوقة الكلية أقل ما يمكن؟ إذا متذكرين هذا الحد بصير يساوي صفر، فبتصير XL تساوي XC، تنزل في المعادلة بتصير زد تساوي ار، لانه هذا الحد كلياته راح يروح، وبيكون التيار يساوي قيمه فرق الجهد العظمى على ار فقط. ليش؟ لانه كل المعوقه المحثيه والمواسعيه لغت بعضها. طيب خلينا نشوف كيف هاي الحاله بتصير. بدي اكون الان داره ار ال سي، بدي احط المعوقه المحثيه واحد والمعوقه المواسعيه واحد. فباجي بقول عشان في هاي الحاله بكون ضبطت تردد الرنين 1000 راد لكل سكند. من وين جبتها؟ ما هي أوميجا نوت تساوي 1 على ال قديش 1 ال سي تحت الجذر. عوضهم، عوض هاي القيم هون، تحصل على أنه تردد الرنين لمين هذا؟ لا ننسى، للدارة، يساوي هالقد. طيب وإذا كان تردد الرنين للدارة هالقد، بيكون هذا تردد الزاوي، بيكون تردد الرنين طبيعي مش في الزاوي برضه للدارة هالقد، فعشان هيك سميته اف نوت. طيب خلينا نشوف نشبكها الآن. لاحظ في البداية حطيت الملف هيو، محاته 1 هنري، حطيت مواسع هيو، مواسعته 1 مايكرو فاراد. الآن في هاي الحالة قيمة فرق الجهد العظمى 10 فولت، ما راح أغيرها، لكن تردد المصدر قديش حطيته؟ 50 هرتز. هلا في هاي الحالة لاحظ قيمة التيار العظمى قديش كانت؟ 3.48%. فبتيجي هون تكتب انه لما كان تردد المصدر 50 هرتز كانت قيمة التيار 3.48 48. نعم، كانت قيمة التيار 48% طبعا ملي أمبير. مظبوط، ملي أمبير. الآن شو بدي أعمل؟ بدي أغير تردد المصدر. لاحظ في هاي الدارة ما دام أنا حددت قيمة L وحددت قيمة C، تردد الرنين إلها مش الزاوي العادي قديش حسبناه؟ 159، هو صفة للدارة. الآن بدي أغير تردد المصدر، قديش تردد المصدر بدي أسويه؟ 159، اللي هو مساوي لتردد الرنين للدارة. شوفوا قديش قيمة التيار صارت تغيرت. طب قديش ده تصير؟ خلينا نشوف. هلأ بس يستقر رح يظل يتغير. أيوة ثبت تقريبا. قديش؟ نستنى عليه شوي، خلينا نقول تقريبا 98، 99. خلاص يعني هو صار هيك التغير تبعه بطيء جدا، 99 ملي أمبير. لاحظ صار 99 ملي أمبير، مع إني أنا هون ما غيرت لا سي ولا إل، بس غيرت تردد المصدر. في هاي الحالة هي حالة الرنين، هاي الحالة هي حالة الرنين. ليش؟ لأني لما حسبت تردد الرنين للدارة، مش التردد الزاوي كان 1000 راد لكل سكند، حسبته من هون، ومن التردد الزاوي حسبت التردد الطبيعي طلع 159. فلما خليت تردد المصدر 159 طلع عندي التيار هالقد. بيجي واحد يقول طيب خلينا نزيد التردد أكثر نشوف شو بصير، بدي أخليه 250. باجي هون بخليه 250، شو بصير؟ شوف كيف قيمة التيار الآن المفروض ترجع تقل. لاحظ هيها قلت، هيها قلت، بس هسه بعطيني الرقم هون.
هلا بس خليه يستقر شوي. هيو هيك تقريبا ثبت على 13 ونص. لاحظ هون قديش صار التيار 13 ونص ملي امبير. لاحظ لما كان التردد تبع المصدر اكبر من تردد الرنين التيار صغير، لما كان تردد المصدر اقل من تردد الرنين التيار صغير. متى بيكون التيار اكبر إشي؟ لما يكون تردد المصدر مساوي لتردد الرنين للدارة. هلا انت ممكن تغير تردد الرنين للدارة. هلا انا عندي هاي الدارة، اذا ضبطت هاي على 1 هنري وهاي على 1 مايكروفاراد، هون بيكون تردد الرنين للدارة قديش؟ اللي هو 159 هرتز، وتردد الزاوية 1000 فراد بير سكند. الآن إذا غيرت ال أو سي بتغير تردد الرنين للدارة، بس تردد المصدر أنا بتحكم فيه من هون. برجع بذكر متى بتتحقق حالة الرنين؟ لما يصير عندي تردد المصدر مساوي لتردد الرنين، سواء الزاوي أو الطبيعي نفس الشيء. بتمنى إني أكون وصلت لكم الفكرة كاملة. يعطيكم العافية ونشوفكم في تسجيلات قادمة إن شاء الله.